التقى النائب العام القاضي قاهر مصطفى بديوان النيابه العامه في العاصمه المؤقته عدن ممثل برنامج الامم المتحده الانمائي مارك ايكن ورئيس مؤسسه افق شبابيه الدكتور اياد مهدي وبحضور المحامي العام للجمهوريه القاضي فوزي علي سيف وذلك لمناقشه مشروع الوساطه المجتمعيه الذي يسعى البرنامج الانمائي للامم المتحده تنفيذها في العاصمه المؤقته عدن في اطار برنامج تحسين من منظومة العدالة الجنائية في اليمن وقد تطرق ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة أفاق شبابية إلى المبادرة وشكرهم للنائب العام على دعمه لها والذي بدأت من خلال النزول إلى السجون وإدارة البحث الجنائي وأقسام الشرطة وما لمسوه من ازدحام السجناء فيها وأنهم في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد أعدوا خطة للتدخل للتخفيف من هذا الازدحام وذلك من خلال إنشاء لجان مجتمعية ومصالحة لإيجاد حل للقضايا البسيطة وأكد النائب العام دعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى تفعيل النظم والإجراءات التي تخدم تسريع البت في قضايا المحتجزين خاصة وأن النيابة العامة قد سبق لها دعم مثل هذه المبادرات وتطلع إلى أن يكون هنالك دعم فاعل لمنظ... لمنظومة العدالة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص تنظيم العمل العدلي، هذا وسيعمل مشروع العدالة التصالحية على عقد جلسات استشارية مع ممثلين عن السلطة المحلية ومراكز الشرطة والنيابة والقضاء واللجان المجتمعية تركز على التخفيف من ضغوط نظام العدالة أو على نظام العدالة من خلال حل قضايا المحتجزين والقضايا الصغيرة غير الجسيمة الواردة إلى نظم العدالة باستخدام آليات الوساطة المجتمعية